انا معايا على التليفون حد من المعلقين الكبار جدا الحقيقه، انا شخصيا بحبه، هو ما بيشجعش النادي الاهلي ولكن هو راجل محايد جدا في تعليقاته ومصري جدا في تعليقاته طول ما هو بيعلق على اي مباراه سواء للنادي الاهلي او لنادي الزمالك او للنادي الاسماعيلي. ناس كتيره ممكن تكون عارفه ان المعلق الكبير علي محمد علي واحد من المصريين اللي بيعشقوا تراب مصر الحقيقه، ودايما لما بنسمعه في اي تعليق على مباراه بنبقى سعداء جدا وبنبقى مبسوطين جدا بهذا الرجل، لانه بالفعل بيمثل مصر بشكل او باخر حتى لو على في التعليق على اي مباراه. فانا الحقيقه سعيد جدا ان هو يكون معايا على الهواء. استاذ علي ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام مساء الخير عليك. مساء الخير. متابعين معاك طبعا في حدث كبير، وفي حدث كلنا منتظرينه وكلنا طبعا مترقبين المباراه. انا بعتبرها مش مباراه بس، هي بعتبرها بطوله بحد ذاتها. مباراه محتاجه، انا سامعك طبعا، متابعك من اول الهوا وسامع كلامك، واتكلمت على نقطه مهمه جدا، التحدي. يعني هي احد النقاط المهمه جدا في كره القدم. أيوة. رغم الفوارق في الامكانيات طبعا في يعني طبعا نادي بايرن ميونخ يعتبر حاجه كبيره جدا في كره القدم، وهو يبحث عن رقم قياسي يعادل رقم برشلونه اللي فاز 6 ألقاب في موسم واحد، كان الكلام ده في 2009. أيوة. لكن الحقيقه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي والجمهور الحقيقه الموجود، الاجواء اللي هنا في قطر تنظيميه، واكيد يعني اداره النادي الاهلي ورئاسه كابتن محمود الخطيب طبعا ناجحين تماما في البابل الموجود ده، فعلا بيتنفذ بحذافيره، وامور كثيره الحقيقه بتدعو للتفاؤل. انا من انصار، مش من انصار انك تقول ان احنا وصلنا للنصف النهائي ده الطموح، وده لا طبعا. شايف حاجه في جماهير النادي الاهلي اللي بقابلها هنا او اصدقائي او حتى في بيتي انا، في اهلاويه في بيتي جوه بيتي انا يعني، وده حاجه بدعو من خلالها لعدم التعصب على الاقل. طبعا حدث كبير زي دوت كلنا طبعا بنبقى سعداء ان في فريق مصري موجود معانا هنا في بطوله كبيره زي كاس عالم الانديه، خصوصا الاهلي هو الممثل الوحيد لمصر في ست نسخ للبطوله دي، وطبعا صاحب افضل انجاز مصري بوصولهم الى المركز الثالث. فالحقيقه يمكن انا المباراه دي بالنسبه لي، اكيد كل مباراه بالنسبه لي مهمه، بس انا بعتبرها من اهم المباريات، لان فيها نوع من التحدي، فيها نوع من الاصرار، فيها نوع من الرغبه سواء من اللاعبين طبعا وروح الجمهور طبعا. زي ما انت قلت واحده من النقاط المهمه ثقه الجمهور اللعيبه، ولما تسمع الجماهير الاهلاويه الموجوده هنا في الدوحه بالتحديد، يعني الناس اللي يعني عشان ياخد تذكره، مش عايز اقول لك بيعمل ايه يعني عشان ياخد تذكره وتنزل على الانترنت بتخلص في ثواني، وامور كتيره يعني الحقيقه. فيمكن ده بيخلي الواحد بيبقى وجمهور جمهور الاهلي عامل حاله كابتن علي في المونديال. بص يا كابتن، يعني عايز اقول لك على حاجه، طبعا بايرن ميونخ حضوره مهم جدا طبعا، لكن الحضور الاهلي بيدي بريق للبطوله صراحه، يعني بريق حلو جدا، الشعبيه والجماهيريه والكل، يعني انا شايف الكل بيتابع اخبار النادي الاهلي بشكل مستفاض التغطيات اللي بتحصل. هي مباراه للشهره والتاريخ، وهتظهر فيها شخصيه لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي وجمهور الاهلي، ويمكن غياب الاهلي 7 سنين عن المشاركه في البطوله اعتقد رجع من الباب الكبير، وكمان انا شايف ان احنا بنواجه بايرن ميونخ، فده في حد ذاته يعني شيء كبير يعني. طب شايف المواجهه دي ازاي يا كابتن علي؟ يعني ان بطل القاره الافريقيه بيلاقي بطل قاره اوروبا، او من احسن، او اذا كان بنتكلم صح فهو احسن فريق في العالم خلال هذه الفتره، احسن فرق طبعا. فالبطلين في ماتش رسمي، ازاي شايف هذه المباراه التاريخيه يعني؟ يعني كابتن انا شايف الاهلي لو لعب بدون ضغوط، وده المفروض يكون بدون ضغوط، لان هو وصل لنصف نهائي بيواجه بايرن ميونخ. كمان احنا اعتقد احنا نعرف بايرن ميونخ اكثر ما بايرن ميونخ يعرف الاهلي، يعني طبعا نعرف بايرن ميونخ اكثر، بيتابع تشكيلته معروفه، مثلا نوير في حراسه المرمى، بافارد والابا وزوله، وفي الباك الشمال ديفيز او لوكاس هرنانديز، وسط الملعب كيمش، كومان، جنابري، مولر،
في اسماء كتيره، سانيه طبعا، ليفاندوفسكي الهداف بره، دوغلاس البرازيلي، اسماء كبيره، لكن احنا عارفينهم كلهم يعني، عارفين طريقه لعبهم وعارفين الافكار. فانا اتمنى ان احنا نعمل مباراه كبيره، واتمنى الجانب النفسي برضه يا كابتن اسلام مهم في المباراه دي، والاعداد النفسي للعيبه، نشيل عليهم الضغوط، خليهم ينزلوا يعني. مش عايز اقول عشان بس بعض الناس قال لك ينزل ينبسط، لا هو لا مش لازم يعني ينزل ينبسط وهيلعب شوي، لا انا عايزه يلعب الاداء القوي، الاداء الند التحدي، ويسيب النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بقى، يوفق او ما يوفقش. التشكيل مهم، التوفيق مهم، الروح والاصرار شيء مهم جدا، وان شاء الله يعني نسعد بنتيجه يعني تكون في صالحنا، وتبقى شرف لينا يعني، بحاجه طبعا كبيره جدا للنادي الاهلي اللي هو ممثل افريقيا وممثل طبعا مصر، اللي هي طبعا في المقام الاول هي دي يعني اللي احنا دايما بيعز علينا دايما ان احنا نخلي بلدنا لازم تكون في الصداره دايما، وده شيء اعتقد النادي الاهلي يعني نقل لنا الصوره دي بشكل مميز قوي في البطوله دي يعني. وانت بتعلق على مثل هذه المباريات، انت عديت بحاجات كتيره جدا 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 خلال رحله عمل طويله جدا كواحد من المعلقين الكبار في الوطن العربي، ولكن كمصري بقى وانت بتعلق على هذه المباراه، الاهلي بطل افريقيا بيلاقي بايرن ميونخ، كل شويه هنقول هذا الموضوع ولكن موضوع مهم جدا، انت كمصري بتعلق ازاي او بيبقى احساسك ازاي وانت بتعلق على مثل هذه المباراه يا كابتن علي؟ والله يا كابتن بص انا بعرف افصل بصراحه، حضرتك جبت علي لا انا متاكد من دي 100%. يعني قبل المباراه انا على فكره من النوع يعني حريص قوي قبل المباراه في ناحيه الاعداد النفسي ليا، نفسي نفسيا ومعنويا، بجهز المعلومات. ممكن على فكره المباراه دي ممكن ما يبقاش فيها ولا معلومه، الناس تبقى متوتره وعايزه تشوف الكوره وعايزه تتابع وعايزه تشوف الاحداث فهي بتبقى برضو فيها توفيق، المعلق ممكن يوفق ممكن ما يوفقش، بس ان شاء الله يعني انا عندي احساس ان المباراه تبقى كبيره، والمباراه هي اللي يعني مش المعلق اللي بيسمع الحدث، المباراه هي اللي بتصنع الحدث، والمعلق هو اللي بينقل الحدث ده للجمهور ويوصل ان شاء الله الاداء المميز بصرف النظر عن النتيجه برضو، عشان النتيجه دي في علم يعني في علم الغيب طبعا، ونتمنى ان شاء الله الامور تبقى يعني جميله وجمهورنا يطلع سعيد ومبسوط بنتيجه او باداء على الاقل ان شاء الله يكون ده طموحنا، انك زي ما انت قلت بتواجه بايرن ميونخ. بايرن ميونخ حاجه كبيره جدا في كره القدم، نعم، ويمكن من التاريخ انا يمكن كنت ليا الحظ، انا يعني كبير عجوز شويه يعني، ربنا يديك الصحه اتفضل، اللي كانت 77 فكر كابتن شريف عبد المنعم، كابتن شريف عبد المنعم وكابتن خطيب وكابتن خطيب وكان جيرد مولر طبعا، جيرد مولر الاحد مظبوط، والاهلي عودنا بقى، الاهلي يعني كان فاز على بنفيكا وفاز على اوستريا وريال مدريد وروما، هي كلها كانت حاجات وديه، كلها كانت حاجات وديه، لكن ان انت يعني تلعب مباراه رسميه برضو ده شيء مختلف تماما طبعا. لا وبعدين انت البطوله دي بتواجه بايرن ميونخ، انت قبل كده مثلا واجهت انترناسيونال في 2006، في 2006 انترناسيونال فزت على نادي امريكا كلاب المكسيكي، قابلت كورينشنز، فاحنا حظنا المره دي بايرن ميونخ، ان شاء الله تكون يعني فالخير باذن الله، فالخير باذن الله ان شاء الله. يعني كابتن علي، مين اللي تتوقع ان انت تشوفه من النادي الاهلي في هذه المباراه من وجهه نظرك طبعا يتالق في هذه المباراه؟ والله كابتن انا بحب التيم ورك، انا بشوف احد اسرار تفوق النادي الاهلي يعني انه مش بيقف على لاعب، النادي الاهلي دايما تيم ورك، عمل جماعي، يزينوا بقى مثلا مره تلاقي قفشه، تلاقي مره طاهر، محمد طاهر، تلاقي حسين الشحات في المباراه اللي فاتت. أيوه. يعني كل مباراه بيبقى ليها نجم وليها، بس كله نجوم يعني. انا شايف طبعا يعني اكيد هيبقى، هنتكلم على الشناوي، هنتكلم على بدر بنون، على ايمن اشرف اللي كان نجم المباراه الاولى يعني. ايمن اشرف صراحه لازم نفيد بيه لان واحد من النجوم، السوليه، محمد فتحي، ممكن ديانج، كل دول مهم في المباراه ديت. ايوه اكيد اكيد يا كابتن، يعني كل واحد طاهر، ممكن بواليا يكون ده يعني البدايه ليه بواليا، وده المتوقع يعني من باب الكبير يعني. كابتن علي انت عارف انا نفسي في ايه؟ نفسي اسمعك وانت بتعلق على هدف للاهلي في هذه المباراه. ان شاء الله كابتن، ان شاء الله يعني ان شاء الله نستمتع، حضرتك اللي هتعلق على هذه المباراه اعتقد.
ان شاء الله. يعني ان شاء الله نستمتع بتعليقك ومتاكدين يعني ان شاء الله ان انت هتعمل حاجه جميله جدا. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وسعداء. وشكرا ليك وبالتوفيق ان شاء الله. ويعني اشكر كابتن اسلام بشكرك جدا. ربنا يخليك ان شاء الله. جمهور الاهلي سعيد ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المعلق الكبير الحقيقه علي محمد علي.